أكثر من 1.5 مليون مسلم يتوجهون إلى عرفة لأداء أهم أركان فريضة الحج. كيري يؤكد ضرورة تحديد موعد لعقد جنيف 2، والإبراهيمي يقول لا خيار عسكريا للأزمة السورية. لا أعتقد بأنه كان هناك في تدقيق في العلم الذي يرفع. أبو مرزوق يؤكد للميادين أن مشعل رفع علم الثورة السورية بالخطأ، وينفي تورط حماس في الشؤون الداخلية السورية والمصرية. مع دخول تسوية الموازنة المالية الأمريكية أيام الحسم، مخاوف من تداعيات كارثية، والشارع الأمريكي يحبس أنفاسه. أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. يتوجه أكثر من 1.5 مليون حاج إلى جبل عرفة لأداء أهم أركان فريضة الحج. وزارة الداخلية السعودية أشارت إلى اكتمال وصول الحجاج إلى مكة من 188 دولة حول العالم. 1.5 مليون مسلم ومسلمة يصعدون اليوم إلى جبل عرفة متممين أبرز شعائر الحج اقتداء بالرسول محمد. حطينا كل جهدنا وكل قوتنا وكل إيماننا لحتى طلعنا على هذه المسافة العالية لحتى نتبارك من هذا المكان المبارك. طلعت علشان أشوف حضرة النبي تعب قد إيه، وكان بيتعبد في مكان قد إيه، وتعب قد إيه على موصل المكان دون. دي ما استصريت لأن أوصل المكان اللي فيه حضرة النبي، ووصلت الحمد لله. من 188 دولة وفد مؤدو خامس أركان الإسلام إلى مكة المكرمة، قضوا يوم التروية في مشعر منى وسط إجراءات تنظيمية منعت الازدحام وشددت على العناية والوقاية الصحية. الحمد والنعمة لك والملك. مسلمون من أجناس وأعمار وبلدان مختلفة، تعددت لغات دعواتهم وجمعتهم طاعة الله ومحبته. ودعيت في بيت الله أن يوحد ليبيا بالكامل ويوحد الأمة العربية والإسلامية كلها إن شاء الله يا رب. رسالتي للمسلمين أن احنا عاوزين نتحدوا عشان نحرروا أعظم بقعة من بقاع العالم بعد القدس، بعد الحرم المكي، هي القدس الشريف. ندعي لكل العرب، كل العرب، وندعي لكل العرب ربي ينصرنا ربي. الحجاج شهدوا تغيير كسوة الكعبة المباركة، عشرات الفنيين والعمال المختصين شاركوا في هذا التقليد المستمر منذ فجر الإسلام احتراما وإجلالا لبيت الله الحرام. الكسوة التي تقارب كلفتها 6 ملايين دولار تصنع في المملكة السعودية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بعدما ظلت عقودا طويلة تأتي من القاهرة ومن ثم دمشق. مبسوطة كتير وتندعي وتنبكي وتنتخشع وقلبي مخشع وتندعي وتنبكي. في موسم الحج هذا يستضيف الملك عبد الله بن عبد العزيز 1400 مسلم من 80 بلدا حول العالم، يتقدمهم 1000 من ذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين. اجتماع غدا لمجموعة 5+1 بشأن الملف النووي الإيراني على مستوى الخبراء، على أن يليه اجتماع آخر في حال نجاح الأول على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية. خارطة طريق تحدد مسارا لتسوية المواجهة القائمة بين طهران والقوى العالمية حول ملفها النووي، هذا ما يأمل الطرف الإيراني التوصل إليه من غير استبعاد تعقيد العملية. الخارجية الإيرانية على لسان الوزير محمد جواد ظريف تحدثت عن بداية طريق صعب وطويل نسبيا، مع الأمل أن تتمكن الأطراف بحلول الأربعاء المقبل من التوصل لاتفاق على خارطة طريق لإيجاد سبيل يقود إلى تسوية. الأجواء الإيجابية انسحبت أيضا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إثر لقائه في لندن نظيرته الأوروبية كاثرين أشتون. كيري أبدى تفاؤله بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني، مضيفا أن الأقوال يجب أن تتلوها الأفعال. الإيجابية في التصريحات تأتي عشية بدء المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي في جنيف مع مجموعة 5+1. عباس عراقتشي رئيس الفريق الإيراني المفاوض قال إن بلاده ستؤكد على إعادة بناء الثقة بين الجانبين للوصول إلى تفاهم مشترك، لكنه في الوقت نفسه أعلن رفض بلاده مطالب الغرب بأن تشحن إيران مواد نووية حساسة إلى الخارج، مشيرا في المقابل إلى أنها ستبدي مرونة فيما يتعلق بجوانب أخرى من أنشطتها النووية التي تثير قلق القوى العالمية.
العسكري، وفي محاولة لتطمين إسرائيل القلقة أصلا من التقارب الأخير بين واشنطن وطهران، قال: يجب أن تعرفوا أن أعيننا مفتوحة أيضا، مشددا على أن بلاده لن تساوم أبدا على أمن إسرائيل. لكن إسرائيل وعلى لسان رئيس وزرائها تردد دائما أن الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط الكافية على إيران بشأن برنامجها النووي. نبقى في طهران، وينضم إلينا من هناك الكاتب والمحلل السياسي أحمد كاظم زادة. أهلا بك سيد زادة. في ظل ما يحكى عن أجواء إيجابية بين طهران وواشنطن، هل فعلا يمكن التوصل إلى حل حقيقي للملف النووي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعرض السلام خدمت شما. بعد تحية والسلام لكم ولمشاهديكم. من خلال اللقاء الذي حصل في الأمم المتحدة بين وزراء الخارجية الإيراني والأمريكي، وما تبعه الاتصال الهاتفي الذي حصل بين رؤساء الجمهورية، أتاح فضاء أو جوا جديدا للعلاقات بين الدولتين، وإن كان أن العلاقات كانت علاقات خصام لمدة طويلة، وبما أنه قامت أمريكا خطوات خلال العقود الماضية ضد إيران، ولكن هناك تطور في هذا المجال، ولكسب الثقة بين الطرفين وبشكل بطيء جدا. في الحقيقة أن المفاوضات التي قد تحصل في جنيف غدا وبعد غد هي اختبار لهذا التطور الذي حصل من قبل الأمريكان، ليتم التعامل معه بحسبه. وهل سيكون هذا التطور عملي ومتناسب مع التوقعات الجديدة أم لا؟ التوقعات، أي توقعات؟ توقعات طهران؟ حاليا بالأمس الدكتور طريف وزير الخارجية الإيراني من خلال فيسبوك تحدث وبين بعض الأمور، وكذلك الدكتور عراقشي كذلك خلال مقابلات التي جات معه ومع الصحف والوكالات الإيرانية، حددوا إطارا للمفاوضات في جنيف، وهذه المفاوضات هي ترسم طريق للتحرك الإيراني، لتبين بداية ونهاية المفاوضات، وقد تحدد ذلك. كذلك استنادا إلى الجدول الزمني لستة أشهر إلى سنة الذي تم توقعه، الآن نسعى للسير خطوة بعد خطوة للتعامل مع كل خطوة بما يناسبها من الخطوات المقابلة، لتكون المفاوضات تسير في طريق متوازن وعادل. في هذا المجال إن اللعبة لها عدة خطوات، بشرط أن لا يكون هناك خاسر من الطرفين وأن تتحقق ما يريده الطرفين. طيب سيد زادة، حين يقول وزير الخارجية الأمريكي كيري إن نافذة الدبلوماسية تزداد انفتاحا، لكني أود منكم أن تعرفوا أن أعيننا مفتوحة أيضا، وهي بمثابة رسالة تطمين إلى الإسرائيليين، هذا الانفتاح والتأكيد على هذا الانفتاح، هل هذا يعني أن هناك تراجع من قبل الغرب تحديدا الولايات المتحدة؟ هل هذا يعني أن هناك تنازل؟
وإيران وكأنها هي المنتصر، أم لا يمكننا الحديث حتى الآن عن انتصار وخسارة؟ الحقيقة أن التقييم النهائي يجب أن يكون في نهاية المفاوضات وليس قبل حدوثها، ولكن الشيء الذي المؤكد هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المشروع أو الخطة التي وضعتها وغدا ستبدأ بتنفيذها ومع المجموعة 5+1 ستلقي الكرة باتجاه الطرف الآخر، ثم تتوقع من تصرف الطرف الآخر هو الذي سيحدد نتائج المفاوضات القادمة. نعم، أشكرك أحمد كاظم زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الرئيس السوري بشار الأسد رأى أن السلاح الكيميائي سلاح ردعي تراجعت قيمته مع تطوير قدرات سوريا الصاروخية. الأسد وفي حديث لوفد عربي زاره في قصر المهاجرين في دمشق رأى أن موقف حماس من الأزمة السورية غادر، كانت له سوابق عام 2007 و2009، وهو نفى تسلم أي رسالة من أمير قطر تميم بن حمد عبر وسطاء، ورغم أن مسؤولين عربا تصرفوا كصدى لسيدهم الغربي خلال الأزمة، فإن انتماء سوريا يبقى عربيا، لكن ذلك ليس مرتبطا بالضرورة بجامعة الدول العربية. وفي الوضع الميداني أكد الأسد أن الجيش يتقدم، وشدد على أن درعا قرب الحدود مع الأردن وحلب قرب حدود تركيا تنزفان مقاتلين، وأشار الأسد إلى أن المشكلة هي في شخص رجب طيب أردوغان، وأن الشعب التركي يعارض الحرب على سوريا. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضرورة عقد مؤتمر للسلام يبحث الوضع في سوريا. أعتقد أن من الملح تحديد موعد للدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 بهدف العمل من أجل سوريا جديدة. يجب أن يكون هناك حكومة انتقالية وشكل جديد للسلطة في سوريا لإتاحة إمكانية إحلال السلام. كلام كيري جاء بعد لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في لندن، حيث أكد الإبراهيمي أنه ما من تدخل عسكري في سوريا. نحن متفقون على أنه ما من تدخل عسكري في سوريا، وسيكون هناك حلول سياسية لجميع الأفرقة. بعد تهديدات المجلس الوطني السوري بالانسحاب من الائتلاف في حال المشاركة في مؤتمر جنيف 2، حديث عن تكتل بديل للائتلاف، التفاصيل في التقرير الآتي. توجه لإنشاء مجلس عسكري جديد مركزي بقيادة إسلامية في الداخل السوري بديلا عن الائتلاف. هذا التحرك لإسقاط الائتلاف السوري كشف عنه عضو مكتبه السياسي كمال اللبواني. اللبواني قال إن اتصالات تجري على قدم وساق بين القوى المقاتلة في سوريا بالتنسيق مع أطراف من المعارضة في الخارج. هذه التصريحات تأتي وسط جدل داخل الائتلاف بين من يوافق على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 مع عدم وجود ضمانات برحيل النظام السوري الحالي، ومن يرفض الفكرة من الأساس على أنها تتناقض مع المبدأ الأساسي للائتلاف. التكتل المعارض داخل الائتلاف أعلن جاهزيته. اللبواني كشف عن تأييد 30 عضوا من بينهم أعضاء المجلس الوطني في حال إصرار قيادة الائتلاف على المشاركة في جنيف. مفاجأة اللبواني أن تنسيقا يجري مع قائد لواء الإسلام في سوريا زهران علوش على أن تتوزع قيادة المجلس في كل من المنطقة الجنوبية وفي حلب وفي المنطقة الشرقية، إضافة إلى المنطقة الوسطى. النصرة مكون أساسي في التكتل الجديد، أما داعش فخارج التكتل. انتقادات للائتلاف برزت، يحكى عن ضغوطات أمريكية وغربية تمارس عليه لحضور جنيف 2، ووفقا للبواني فإن الائتلاف جسد للمعارضة السورية شكلا في الخارج وليس ممثلا للثورة السورية، مضيفا بأن أعضاءه تم اختيارهم من قبل المخابرات الأردنية والتركية والفرنسية والأمريكية والقطرية وغيرها. المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 27 شخصا قتلوا على الأقل وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة في بلدة داركوش في محافظة إدلب على مقربة من الحدود التركية. ويأتي هذا التفجير غدا انفجار سيارتين مفخختين في ساحة الأمويين وسط دمشق قرب مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من دون تسجيل إصابات.
من الدوحة ينضم إلينا عضو الائتلاف السوري المعارض زياد أبو حمدان. أهلا بك سيد أبو حمدان، ما هي إمكانية تشكيل هذا المجلس الجديد في ظل الخلافات القائمة بين المجلس الوطني والائتلاف برأيك؟ مساء الخير سيدتي، تقصدين تشكيل المجلس الجديد؟ لا لم أفهم السؤال. ما هي إمكانية تشكيل مجلس جديد فعلا على أرض الواقع في ظل ما يجري من خلافات تحديدا بين المجلس الوطني والائتلاف؟ الواقع هذا موقف تم إعلانه من قبل المجلس الوطني استباقي لمؤتمر الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة بهدف حجز مواقف مسبقة وأخذ مقاعد محددة في موقف محدد مضاد لتوجه لمؤتمر جنيف ضمن المعطيات الحالية الدولية والإقليمية والمحلية. وبالتالي فرصة تشكيل مجلس جديد، إذا كنت تقصدين المجلس الوطني الجديد، فهذا من اختصاص أعضاء المجلس الوطني والهيئة العامة في المجلس الوطني بالإضافة إلى الأمانة العامة إذا كان هناك توجه فعلي إلى ذلك. لكن من أعلن هذا ليس من خارج الائتلاف، هو عضو في الائتلاف، كمال لبواني هو عضو في الائتلاف ودعا إلى تشكيل مجلس سياسي عسكري وذات توجه إسلامي. حقيقة أنا لم أستمع إلى تصريح كمال لبواني، وحاولت الاتصال معه هاتفيا لأستوضح منه شخصيا ذلك، لم أتمكن بسبب سفره اليوم. قد تتوضح الصورة تماما بالنسبة لتصريحه شخصيا، لكن مهما كان هذا يعبر عن تصريح شخصي. كمال لبواني ليس على رأس كتلة في الائتلاف الوطني، يمثل رأيه الشخصي طبعا، والمجلس الوطني ككتلة له رأي مشترك أو رأي واحد بعدد 22 عضوا على الأقل. إنما اللبواني كشف، اسمح لي سيد زياد، اللبواني كشف عن تأييد 30 عضوا معه يؤيدون فكرة إنشاء المجلس الجديد. طيب، منذ قليل أعلن كيري تحديد موعد لعقد جنيف 2 ودعا إلى تحديد هذا الموعد، أنتم في الائتلاف إلى أين تسيرون؟ نحن نترقب ما يمكن أن يقدمه النظام السوري والروس من خلفهم والإيرانيين لمؤتمر جنيف. هل يرغبون فعلا بخروج سوريا من النفق المظلم، أم يسعون إلى شراء الوقت والمزيد من الدمار للبنية التحتية للشعب السوري؟ الموقف حقيقة الكرة الآن في ملعب النظام السوري وحلفائه بالنسبة لمؤتمر جنيف. المعارضة لا تملك شيئا الآن تقدمه في مؤتمر جنيف سوى الالتزام بأهداف الثورة ومتطلبات الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي إلى سوريا ديمقراطية لكل أبنائها. نعم، زياد أبو حمدان عضو الائتلاف السوري المعارض كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إجلاء المدنيين من المعظمية يأتي بعدما أخرج الجيش السوري عناصر الجيش الحر من بلدة تلفيتة في ريف دمشق. الخطوة تمثل مدخلا للتعاطي مع الأوضاع الميدانية في القلمون الذي تشهد بعض بلداته اشتباكات متقطعة مع المسلحين. القلمون إلى واجهة الحدث الميداني في سوريا مجددا. الجيش السوري بالتعاون مع الأهالي استطاع إبعاد مسلحي الجيش الحر عن بلدة تلفيتة الواقعة إلى الشمال من دمشق بنحو 30 كيلومترا باتجاه الجرود الجبلية المواجهة. العملية تهدف كما يبدو لتحقيق الأمان لعدة بلدات في المنطقة وخصوصا للمعرة وصيدنايا. قمنا بإحكام الطوق حول المنطقة، ودخل الجيش بالتعاون مع الأهالي وبعض الوجهاء من الشرفاء من بلدة تلفيتة، وقاموا بتطهير وفر المسلحين من بلدة تلفيتة باتجاه بعض المناطق الجبلية. لا مظاهر مسلحة في بلدة تلفيتة، تدخل الوجهاء منع دخول عناصر من الجيش الحر ومن فصائل المعارضة المسلحة الأخرى إلى البلدة، خطوة يأمل الجيش تكرارها في بلدات أخرى محيطة بهذه المنطقة. كان يجوا المسلحين من جرود من فوق جبهة نصرة، ما بعرف مين، نحن ما نخليهم، عندنا لجاج، نحن كلنا لجاج شعبية. كل من ضبط الموقع اللي هو فيه، العائلة اللي هي فيها تقريبا،
بشكل أفضل شكل الحمد لله، وتعاون الأهالي مع أولادهم وأولادهم معهم. سيدنايا المجاورة تماما لبلدة تلفيتة تتمسك بأهداب حياة طبيعية بالرغم من التوتر والاشتباكات في المناطق المحيطة وبعض أحداث أمنية أودت بحياة بعض أبنائها. تلفيتة مثلها مثل الآخرين، المجموعات المسلحة قد يكون منهم البعض من تلفيتة ومنهم من قرى أخرى ومنهم من الغوطة ومنهم غرباء من الشيشان ومن أفغانستان، ولكن تلفيتة كبلد المهم ألا تكون مأوى لتلك الجماعات. الهدوء يلف المنطقة برمتها في صيدنايا والمعرة وحتى تلفيتة، لكن الوضع يختلف تماما في القرى الأبعد في عمق القلمون. محمد الخضر من تلفيتة في ريف دمشق الشمالي، الميادين. وضعت الكتائب السلفية والجهادية في سوريا آلية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها عبر نشر الهيئات الشرعية حيثما وصلت. هذه الهيئات تعنى بالقضايا الأمنية والقضائية وفض النزاعات والخصومات، واصطدمت ببعض ناشطي المعارضة في حلب والرقة لخلافها حول أجندتها في إقامة دولة الخلافة الإسلامية. كاميرا الميادين زارت أحدى مقرات الهيئات الشرعية في الحسينية جنوب دمشق بعد استعادة الجيش السيطرة عليها. الميادين في مقر الهيئة الشرعية للحسينية. الهيئة أقيمت في إحدى مدارس المنطقة. عقود نكاح وأخرى للسكن وإخلاء سبيل تابع للهيئة الشرعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العقد أعطي لعزم عبد الهادي حيث تمكن بموجبه من السكن في المنزل المذكور. أحصيت الموجودات ومهر الصك ببصمة المستلم. إخلاء سبيل لرائد الحجة بعد توقيفه 25 يوما بجرم السرقة. وعقد نكاح لأبي عمر من ليبيا على سناء من تونس. الهيئة الشرعية وضعت آلية لإدارة الحسينية التي سيطرت عليها قرابة العام. في هذه الغرفة كانت تنظر بالدعاوي بين الناس، وفي غرفة أخرى كان السجن التابع لها. هذه غرفة خاصة بالهيئة الشرعية، كما نرى أن هناك رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يسمى عندهم بإخلاء سبيل، تسهيل مرور ببعض الشبان على الحواجز الأمنية. الهيئات الشرعية تشكلت مع بداية سيطرة المجموعات الجهادية والسلفية في الشمال السوري. تل أبيض وبنش والرقة تشكلت فيها هيئات شرعية اقتصر نشاطها بداية على العمل الإغاثي وحل النزاعات وفقا للأحكام الشرعية. وفي الغوطة الشرقية أقام لواء الإسلام هيئته الشرعية وبدأت تشرف على السلطة الأمنية والقضائية. اصطدمت الهيئات ببعض الناشطين من المعارضة في حلب والرقة، اعتقلتهم وحاكمتهم بتهمة معاداة دولة الخلافة، وخرجت تظاهرات أخرى ضدها. ورغم أنه لا رابط مركزيا بين الهيئات الشرعية التي تملأ فراغ السلطة، إلا أن انتشارها في المناطق والمؤسسات التي تشرف عليها يشير إلى أن استراتيجية الإسلاميين بفرض الهيئات كأمر واقع وإقامة دولة إسلامية كانت ناجحة إلى حد ما، مع وجود بيئة حاضنة لفكرها وتثبيت وجودها على الأرض في أماكن سيطرتها. هذه الأوراق تحكي حياة الناس في ظل لواء أحفاد الرسول ولواء الإسلام ويحيى عياش وشهداء الجولان وغيرها من الألوية التي كانت تتواجد هنا في منطقة الحسينية، والتي أقامت هيئاتها الشرعية الخاصة بها لتعزيز سلطتها الأمنية والقضائية بعد أن أحكمت السيطرة على هذه المناطق لقرابة العام. من منطقة الحسينية جنوب العاصمة دمشق، ديما ناصيف، الميادين. ينضم إلينا في الميادين المدير العام للأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة. سمحت الشيخ، أهلا بك ونعتذر منك عن هذا التأخير، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم وجميع المشاهدين. بداية سماحة الشيخ، كيف ترعى دار الفتوى الحجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأصل قبل سنوات قليلة كانت مرجعية العمل بما يتعلق بكل شؤون الحج هو تابع لدار الفتوى والأوقاف الإسلامية، ولكن منذ سنوات قليلة يعني صدرت هذه الصلاحيات وأعطيت لهيئة متخصصة تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء. اسم هذه هيئة شؤون هيئة رعاية شؤون الحج، وهناك تنسيق محدود جدا
وعلما أنه بالدستور وبالقانون والمرسوم الاشتراعي رقم 18 وغيره من القوانين الداخلية يؤكد أن صلاحيات العمل بشؤون الحج هو تابع أو من أصل أعمال دار الفتوى والأوقاف الإسلامية. ولكن مع هذا ما زلنا نتابع ذلك من خلال وفود ترسلها دار الفتوى عبر مندوبها ذات القرآن الكريم، عبر بعض العلماء الذين يرافقون الحملات، لأنه حتى الآن المرشد الديني والمعرف الذي يعمل على الأرض في خدمة الحجيج هم يأخذون شهادتهم من دار الفتوى بعد اختبار وبعد امتحان وأهلية المرشد والحاج لمراعاة شؤون الحجيج. سمحت الشيخ، هل لديكم أعداد عن عدد الحجاج اللبنانيين؟ بالتحديد حتى الآن لم يصلنا العدد من هيئة شؤون الحج، ولكن تقريبا وباعتبار أن هذا العام بالخصوص هناك مراعاة للأعمال القائمة في المملكة العربية السعودية في الحرم المكي بالذات، ونحن نراعي طلب المملكة من تخفيف أعداد المعتمرين والحجاج، وبناء على ذلك يعني هناك توجه كان ونفذ هذا التوجه بتخفيف العدد. تقريبا العدد المبدئي يعني لا أستطيع أن أؤكد، يعني كل اللبنانيين مع الفلسطينيين من لبنان حوالي 10,000 حاج، بينما كانوا يصلوا عادة في باقي السنوات إلى 20,000 وأكثر. اليوم تتجه الأنظار العالم إلى المسلمين تحديدا في هذا اليوم، وفي ظل ما تشهد المنطقة بل العالم من قتل وفتنة طائفية والقتل على الهوية وكل هذه التفجيرات التي تحدث، ما هو الدرس برأيك الذي يجب على المسلم الاتعاظ والاتباع من خلال هذا اليوم، من خلال درس عرفة إن صح التعبير؟ إنما يراه العالم جميعا، المسلمين وغير المسلمين، اليوم الأنظار كل الأنظار تتجه وتراقب هذا الموقف. حقيقة هو هذا الإسلام، يعني أنا أقول لمن يرى اليوم عرفة، نعم عرفة تمثل الإسلام، تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله فيما يريده من المؤمنين. ما يراه الجميع اليوم يرون البياض، يرون الوحدة، يرون تنظري إلى الصورة حتى اللي على الأرض هناك، نحن ذهبنا ورأينا، لا تستطيع أن تميزي لا بين صغير ولا كبير، لا أبيض ولا أسود، لا مذهب ولا مذهب، الجميع يمثلون حقيقة الأخوة الإيمانية وحقيقة الإسلام. هناك كل متعاون، سلام، أمن، استقرار، تعارف، تعاضد، تكافل. وبالتالي هذا هو نعم يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، هذه هي الصورة الحقيقية العملية، ليس فقط لعرفة، يعني عرفة هو اليوم الجامع، أما المسلم يجب أن يكون هكذا في كل يوم نموذجا للتآخي وللتعارف. فعرفة، مناخ عرفة، مناخ وحدوي بكل معنى الكلمة، مناخ وحدوي بامتياز، وحدة في التوجه، الكل متوجه إلى الله، لا يوجد هناك أي توجه آخر. وحدة في الدعاء، الكل يسألون الله تقريبا نفس السؤال، الرحمة والمغفرة والعفو والستر والرزق وما إلى ذلك. الوحدة في المساواة بين المؤمنين، فهناك جميعا يقفون مع كل اختلافاتهم إخوة متحابين، وبالتالي ما يشغلهم هناك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالدين هناك المحرك لقلوبهم، وليست السياسة ولا العصبية. سماحة الشيخ هشام خليفة، مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى، شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى هذه الدعوة، ونضم الصوت إلى هذه الدعوة الجميلة. شكرا لك وكل عام وأنت بخير. شكرا لك وكل عام وأنت وجميع العاملين معكم والمسلمين بألف خير. شكرا. كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن رئيس المكتب خالد مشعل رفع عن طريق الخطأ علم المعارضة السورية، وأن حماس ليست لها أي اتصالات رسمية مع المعارضة السورية. أنا كنت إلى جواره في الاحتفالية التي جرت، كان هناك عدد كبير من الناس اللي تحت المنصة ولديهم أعلام، فكان كل فئة تدفع بعلمها فيلوح به. لا أعتقد بأنه كان هناك في تدقيق في العلم الذي يرفع، هل هو
علم الجهة الفلانية أو علم الجهة الفلانية حينما كانت ترفع هذه الأعلام. الحركة في مكتبها السياسي لم تلتقي مع المعارضة السورية ولا مع أي جهة أخرى في هذه الأزمة إطلاقا. أبو مرزوق الذي نبته مقابلته مع الميادين اليوم عند 8:30 ليلا بتوقيت القدس الشريف لم يستبعد الرغبة في إعادة فتح الخطوط مع دمشق. أنا حتى الآن لم يطرح بالمناسبة يعني، لكن احنا بالعكس لا يمكن على الإطلاق أن نغلق بابا فيه علاقة مع 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 أي جهة. احنا نريد لسوريا العافية، فإذا تعافت سوريا سيكون كل الأبواب. بالعكس يعني هذا لابد من لأنه لا يمكن أن تعزل سوريا عن القضية الفلسطينية بالمطلق. وبشأن الاتهامات في مصر لحركة حماس بالتورط في الحرب على الجيش المصري، قال موسى أبو مرزوق: صحيح أنه الأوضاع في مصر الآن مختلفة، الحجم الادعاءات والأكاذيب والافتراءات كبير جدا، والأسباب واضحة جدا. الأسباب يعني لما تعددها أنت، أهم الأسباب أنه هي لم تبدأ من 30/6، هي بدأت منذ جاء الإخوان المسلمون إلى الحكم. فحركة حماس بخلفيتها الإخوانية، وبالتالي كان الهجوم على حماس معناه هجوم على الإخوان، وبالتالي كان يصيب حماس ما يصيب الإخوان هنا في مصر. لا يمكن أن يهاجم الجيش المصري لا سابقا ولا لاحقا ولا مستقبلا. الفلسطينيين عموما بيعرفوا حدودهم بالنسبة في يتعلق بمصر وبالجيش المصري. لا يوجد فيه متورط من حماس في ساحة مصر بطولها وعلى أرضي واحد. أثار اكتشاف نفق حفره الفلسطينيون يصل إلى مسافة قريبة جدا من إحدى المستوطنات الإسرائيلية أثار الرعب لدى المستوطنين، في ظل الحديث عن وجود عدد من الأنفاق الأخرى غير المكتشفة حتى الآن. منال إسماعيل. نفق الجحيم، هكذا وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النفق الذي اكتشف قرب مستوطنة العين الثالثة على الحدود مع قطاع غزة. عملية استراتيجية أو خطف سريع هو الهدف من النفق الذي يمتد على مسافة نحو 3 كيلومترات وبعمق 18 مترا داخل الأرض بحسب مصادر إسرائيلية. نفق أثار الرعب في نفوس المستوطنين وفتح شهية إسرائيل على إطلاق التهديدات من جديد. بسبب الدمج بين عدد من النشاطات وبسبب سياستنا فهذه السنة كانت الأهدأ، لكن مع ذلك شهدنا ارتفاعا في العمليات الإرهابية في الأسابيع الماضية. وفي رد سريع أوعز وزير الأمن موشي يعلون بوقف نقل مواد البناء إلى قطاع غزة، محملا حماس المسؤولية ومؤكدا أن إسرائيل ستعمل بشدة ضد كل من يحاول المس بمواطنيها. وهناك من وجد في هذا الاكتشاف مناسبة لتوجيه جملة رسائل لا تخلو من التهديد المباشر. النفق المكتشف على حدود قطاع غزة هو خرق واضح للسيادة الإسرائيلية، وإذا نفذت حماس نواياها بشن عملية وعلى نحو خاص عبر نفق فإنها ستدفع ثمنا باهظا، وقطاع غزة سيبدو حينها مختلفا. محللون إسرائيليون رأوا أن اكتشاف النفق جنب إسرائيل كارثة كانت واقعة لا محال. اكتشاف النفق على حدود قطاع غزة منع تنفيذ عملية استراتيجية كان بالإمكان أن تغير كل الوضع الاستراتيجي لإسرائيل مقابل حماس وقطاع غزة. النفق المكتشف هو نفق خطف يعد الأفضل الذي يكتشف في السنوات الأخيرة من ناحية الحجم ومن ناحية الجودة، وقد استخدمت في بنائه مقاطع من الإسمنت المسلح التي أدخلتها إسرائيل إلى قطاع غزة. هذا الاكتشاف يأتي على وقع الخشية في الجيش الإسرائيلي من وجود عشرات الأنفاق الهجومية النائمة التي لم تكتشف بعد بحسب مصدر عسكري، والتي بقرار واحد يمكنها أن تخدم منظمات في غزة ولا سيما حماس في تنفيذ هجوم يتخلله تسلل إلى داخل إسرائيل. تسوية الموازنة المالية في الولايات المتحدة تحبس أنفاس الشارع الأمريكي وتضع أمريكا على أعتاب كارثة حقيقية. زياد عيتاني. أيام معدودة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي كي يقر تسوية حول ميزانية الدولة بعد انتقال المبادرة إليه لتعثر الحوار بين الجمهوريين وأوباما،
وعندها لن يكون أمام الكونغرس إلا الموافقة، وإلا فإن العواقب ستتخطى أزمة عام 2008 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. جوهر الأزمة يتلخص بأن الخزانة الأمريكية لن تستطيع الاقتراض أو الإيفاء بجميع مدفوعاتها إن لم يصوت الكونغرس الخميس المقبل على قانون يرفع سقف الدين. الأمر لا يعني أمريكا وحدها، لأن مصير عملة الاحتياط في العالم أي الدولار سيكون على المحك، وهذا ما يدفع الأسواق المالية إلى ترقب هذا الاستحقاق بقلق شديد. الجمهوريين استغلوا الكبوة الاقتصادية سياسيا أحسن استغلال، فهبوا لانتزاع إصلاحات في الميزانية وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي، وتلك الأمور تستهلك أكثر من 40% من الميزانية الفيدرالية، الأمر الذي دفع أوباما إلى رفض التفاوض تحت ما أسماه ضغط مسدس مصوب إليه، متهما خصومه باللامسؤولية. الشارع الأمريكي ومن خلفه العالم كله يحبس أنفاسه في مشهد قد يكون كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في الولايات المتحدة أمريكا على بعد 4 أيام فقط للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا فإن الدولة الأقوى في العالم ستتعثر في مسألة سداد مستحقاتها المالية. ومن واشنطن معنا مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان. دكتور منذر يعطيك العافية، مع دخول الولايات المتحدة أيام الحسم، هل فعلا هناك من أمل بالتوصل إلى تسوية وحل هذا الملف، وعلى أي أساس؟ مجلس الشيوخ فيه الخلافات الشخصية بين زعيمي الحزبين أخف مما هي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لذلك هناك بعض قدر من التفاؤل بأن مجلس الشيوخ الذي سيجتمع بعد 5 ساعات من الآن ربما سيكون هناك بعض المقترحات التي تساعد، لكن سيبقى هناك مشكلة أنه إذا تم الاتفاق في مجلس الشيوخ بأن يتم التصديق عليها في مجلس النواب. إذا نحن أمام 3 أيام حاسمة، ولكن في نفس الوقت لا يجوز النظر إلى أنها ستكون كارثة بكل معنى الكلمة مع حلول 17 شهر القادم. والسبب في ذلك أن باختصار شديد حجم الفائدة المفترض أن تدفع الولايات المتحدة حوالي 20 بليون دولار، بينما هي يدخلها 220 مليون بليون دولار. إذن هي ستكون متأخرة في تسديد العديد من المستحقات، ولكن لن يكون هناك عملية الإفلاس الشامل. طبعا هذه سترسل إشارة سلبية داخليا وخارجيا، ولكن في نفس الوقت لا يعني هناك محاولة لتخفيف حدود الصدمة التي قد تحدث، وأنه بالإمكان أن مرونة الاقتصاد الأمريكي والوضع الأمريكي قد يتحمل أن تطول الأزمة قليلا للتوصل إلى حل. مدير مكتب الميادين منذر سليمان، شكرا جزيلا، وأضرني انتهى الوقت. ونعود إلى مكة المكرمة، ومعنا من هناك الدكتور مهدي أبو قصيم المستشار الإعلامي لوزير الصحة السعودي. أهلا بك سيد أبو قصيم، أبدأ معك، كم بلغ عديد أو عدد الحجيج هذه السنة، وهل شملت كل البلدان؟ طبعا الحجيج خلال هذا العام طبعا غطى جميع البلدان الإسلامية والبلدان التي هي من ضمن الاتفاقية التي توقعها المملكة العربية السعودية في تحديد عدد الحجاج. طبعا احنا نعلم ان هناك في تخفيض للحجاج من الخارج ومن الداخل بنسب تتراوح 20% للخارج وتقريبا اكثر من 50% من الداخل، وطبعا يعني احنا نتكلم على مشاريع التوسعة والمشاريع التوسعة اللي تصير في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة هي السبب في هذا التخفيض الذي سوف تنتهي في 2016. طيب إلى أي مدى ساهمت هذه الإنشاءات الجديدة في استيعاب الحجيج؟ طبعا كما تعلمون أن هناك خطة كبيرة تقوم فيها المملكة العربية السعودية في توسيع المشاعر المقدسة ابتداء من مطار الملك عبد الله في مدينة جدة الذي سوف يكون رابط بين المدينة ومكة في نقل الحجيج، وكذلك في المشاريع في منى وتوسعة جسر الجمرات
وكذلك احنا نتكلم عن المشاريع الخدميه والصحيه في المملكه العربيه السعوديه الذي سوف يحقق اكثر من 7 مليون حاج في عام ما بعد 2016. طيب بماذا تتميز هذه السنه برايك سيدي على صعيد راحه الحجاج ومتابعه اوضاعهم الصحيه تحديدا؟ طبعا احنا هناك اكثر من 350 الف حاج ذهبوا الى مستشفيات المنتشره في المناطق المشاعر المقدسه، منهم 2100 حاج تم تنويمهم لامراض متعدده، وهذا الرقم ال 2100 بقي منهم 500 حاج ما زالوا منومين في المستشفى لامراض مستعصيه لديهم. وكما تعلمون بان اغلب الحجاج الذين يعني ينوون الحج هم اساسا يعني كبار في السن ويواجهون اساسا امراض الشيخوخه والامراض المزمنه، طبعا هذا بيكون تحدي كبير على السلطات السعوديه وخاصه في وزاره الصحه في مواجهه مثل هذه الحالات الصحيه، ولكن المملكه العربيه السعوديه قامت بتوفير جميع الامكانيات الصحيه لخدمه الحجيج. والملاحظ الحمد لله يعني البيان حق نعم تفضل. وكذلك البيان الصادر من وزارة الصحة ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا. نعم هذا ما كنت أود أن أشير له أنه الحمد لله حتى الآن لم يسجل أي حالة بفيروس كورونا. شكرا جزيلا لك الدكتور مهدي أبو قصيم على هذه المشاركة، كنت معنا مباشرة من مكة. فاز ثلاثة علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2013 وذلك عن تحليلهم التجريبي لأسعار الأصول، ومنحت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم الجائزة البالغة قيمتها مليون وربع مليون دولار إلى يوجين فاما ولارس بيتر هانسون وروبرت شيلر. ورغم الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة غالبا ما تكون جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب علماء أمريكيين، وبدأ منح هذه الجائزة عام 1968 ولم تكن جزءا من مجموعة الجوائز الأصلية المنصوص عليها في وصية قطب صناعة الديناميت ألفريد نوبل. أزمة الموازنة الأمريكية ورفع سقف الدين ما زالت الشغل الشاغل لصناع القرارات الاقتصادية حول العالم، وجديدها تحذيرات أطلقها حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه من بلبلة بالغة الشدة في جميع الأسواق المالية في العالم إذا تعثرت الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها. وقال نوييه في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو: إذا واجهنا حادثا بشأن الدين الأمريكي فسيكون لذلك وقع الرعد في الأسواق المالية بحسب تعبيره. وعن بيان مجموعة العشرين التي دعت واشنطن إلى العمل للخروج من المأزق، أوضح حاكم المصرف المركزي الفرنسي أنه أراد أن يدفع الرأي العام الأمريكي إلى إدراك عواقب الأزمة. الناتج الصناعي في منطقة اليورو يستعيد عافيته ويحقق نموا بمعدل أقوى من المتوقع في أب أغسطس، ويسجل أقوى زيادة في أكثر من عامين مدعوما بانتعاش في شتى القطاعات. مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أفاد بأن الانتاج الصناعي في الدول 17 التي تستخدم اليورو قفز 1% على أساس شهري في أب أغسطس بعد تراجع نسبته 1% في تموز يوليو. ويجتاز اقتصاد منطقة اليورو البالغ حجمه 9500 مليون يورو تباطؤا دام عاما ونصف عام، لكن التعافي ما زال هشا وسط سياسات التقشف الحكومي. الجزائر توسع ميزانيتها للعام المقبل، فقد أظهرت مسودة مشروع المالية العامة أن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 11% وتتوقع ارتفاع العجز العام إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع المسودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 نقطة مئوية عام 2014 انخفاضا من 5% متوقعة للعام الجاري، كما توقعت استقرار التضخم عند 3.5%. ختام الموجز وعودة إليك سلمى. اليسار شكرا. اعتادت أسواق أربيل أن تشهد إقبالا واسعا استعدادا لعيد الأضحى المبارك، إلا أن الهاجس الأمني وغلاء الأسعار جعل الإقبال ضعيفا هذا العام. يقلب الحاج زرار بضاعته في السوق القديم المجاور لقلعة أربيل الأثرية، حاله حال أصحاب المحلة التي تبيع الملابس والمأكولات والأنواع المختلفة من البهارات والحلويات. ينتظرون جميعا الزبائن الذين يشكل العرب النسبة الأكبر منهم، لكن التفجيرات وما تبعها من إجراءات مشددة ك
كان لها أثر سلبي على حركة السوق. الإقبال على الشراء أقل من السابق بسبب الفوضى التي خلفتها عمليات البناء في السوق والإجراءات الأمنية. يعني السوق يعني أخف من رمضان، بس الحمد لله وشكو هم قام نبيع، أكو سوق، أكو حركة. أصوات الباعة تتعالى للترويج عن بضائعهم، فيما الجدال يحتدم مع المستهلك الذي فوجئ بارتفاع الأسعار إلى الضعف، أمر أثار قلق ذوي الدخل المحدود من عدم تمكنهم من توفير مستلزمات العيد لعائلاتهم. هناك استغلال لهذه المناسبات من قبل أصحاب المحلات، إذ يقومون برفع الأسعار خاصة في أيام العيد. حركة الأسواق وإن كانت خجولة إلا أنها لم تخلو من بعض روادها وخصوصا الكرد. الهاجس الأمني بدا واضحا على وجوههم في ظل ارتفاع وتيرة الانفجارات في المدن العراقية، ما دفع السلطات الأمنية في الإقليم إلى رفع حالة التأهب خشية وقوعها في أيام العيد. اضطراب الأوضاع كان العامل الأبرز في عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، اضطراب يسعى الكرد لتجاوزه عبر محاولة التعافي سريعا رغم كل المخاوف. محمد كريم أربيل، الميادين. السلام عليكم. أهدر المنتخب التونسي فرصة الفوز على ضيفه الكاميروني في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. نسور قرطاج أضاع فرصا بالجملة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. آمال تونس لا تزال كبيرة في التأهل إلى المونديال، تحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو تسجيل تعادل إيجابي إيابا يوم 17 من الشهر المقبل لتحجز مقعدها في النهائيات. ان شاء الله كرول معناها خاطر اعطوه المنتخب في وقت وجيز، معناها انا واحد من الناس معناها ما نجمش نحكم عليه، هو مدرب كبير برشا. مقابله 0-0 معناها في قدام جمهور في تونس لهنا ومع منتخب الكاميرون، معناها عنده اسم وعنده منتخب كبير برشا. ان شاء الله اخويا حصل خير. نرى المردود نتاع المنتخب الوطني التونسي هذايا حاليا معناتها خير من القديم، وقلت ربي نتيجه 0-0 ماهيش نتيجه خايبه ونجموا نجيبوا التاهل، قلت ربي بالكاميرون فهمت بالذات خاطر عندنا ثقه في التوانسه. مباراه تعصاب ايه طبعا، خاطر المردود من الاول الاولاد ما قصروش ومن بعد انخفض المردود بالكدا تعرف. نيجيريا قطعت نصف الطريق إلى المونديال بفوزها خارج قواعدها في الوقت القاتل على أثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد. صاحب الأرض لم يكن لقمة سائغة لبطل أفريقيا، أحرج منتخب النسور بتقدمه بهدف في الدقيقة 56. انتفض بعدها الضيوف فأدركوا التعادل في الدقيقة 67 وخطفوا هدف الفوز في الدقيقة 90. نيجيريا يكفيها التعادل في لقاء الإياب المقرر بعد أسبوعين لتحجز مقعدا لها في مونديال البرازيل. خبر سار تلقاه جمهور نادي اي سي ميلان الايطالي صباح اليوم، البرازيلي ريكاردو كاكا يعود للتدريبات بعد تعافيه من الاصابه. لاعب ريال مدريد سابقا سيكون جاهزا لخوض مباراه نهايه الاسبوع المقبل بمواجهه اودينيزي. الى جانب كاكا ستشهد تشكيله النادي اللومباردي عوده كل من فالتر بيرسا وماتياس سيلفستري. هدف وحيد كان كافيا لنيولز أولد بويز للخروج فائزا على ضيفه ريفر بليت في المرحلة 11 من الدوري الأرجنتيني. المدافع فيكتور لوبيز سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، أهدى فريقه الانتصار الخامس على التوالي والثامن هذا الموسم. فريق مدينة روزاريو رفع رصيده إلى 26 نقطة، حافظ على فارق النقاط الثلاث مع أرسنال الثاني، فيما يحتل ريفر بليت المركز العاشر مع 14 نقطة. خروج الإسباني رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة شنغهاي لم يؤثر على صدارته للتصنيف العالمي للتنس. الماتادور يملك 11520 نقطة، يتفوق بفارق 400 نقطة على وصيفه الصربي نوفاك ديوكوفيتش. نقلة نوعية حققها الإسباني ديفيد فيرير، ارتقى إلى المركز الثالث تاركا خلفه البريطاني أندي موراي في المركز الرابع. وصلنا إلى ختام الأخبار الرياضية، نعود وإياكم إلى سلمى.